يقول: نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، ولكن الآن يقولون لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا رجال الهيئة، فماذا نفعل؟ نعم. مسألة تغيير المنكر باليد هذا لرجال الهيئة، أما مسألة إنكار المنكر باللسان والموعظة والنصيحة فهذا كل من عنده استعداد وعنده علم يبين، هذا يسمى البيان. نعم.